وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كافه العناصر والتفاصيل الخاصه بجهود زياده مساحه استصلاح الاراضي في منطقه توشكا جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس مع وزير الدفاع وعدد من المسؤولين. وفي لقاء اخر تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجائزه الدوليه للاولمبياد الخاص الدولي من رؤساء الاقاليم العالميه السبع للاولمبياد الخاص، حيث اكد السيد الرئيس ان الجائزه تعكس التقدير لجهود القاهره المستمره في تجسيد الرساله الانسانيه تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص والتي أهدت السيد الرئيس جائزتها الدولية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولية والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعايه فئه ذوي الاحتياجات الخاصه وتقديرا لما يقدمه سيادته من دعم لهم وقد قام وفد من رؤساء الاقاليم العالميه السبع للاولمبياد الخاص الدولي بحضور السيده نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي بتسليم السيد الرئيس الجائزه صباحا بقصر الاتحاديه من جانبه اكد السيد الرئيس على الامتنان لمنح سيادته الجائزه الدوليه للاولمبياد الخاص الدولي والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمره في تجسيد الرساله الانسانيه تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصه تلك الرساله التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وانهم قادرون باختلاف كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات. الاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكا بجنوب الوادي. في اطار استراتيجيه الدوله لزياده رقعه الاراضي الزراعيه من المساحه الجغرافيه الكليه للجمهوريه وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير البنيه الاساسيه من طرق ومحاور وتوفير الالات والمعدات من وسائل الري الحديثه ومحطات المياه والميكنه الزراعيه موجهاً سيادته باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكا، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة فضلا عن تكامل اليات العمل بين القطاعات المعنيه سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لاضافه مساحات جديده من الرقعه الزراعيه بما يساعد على تطوير قطاع الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه فضلا عن توفير الالاف من فرص العمل